نعم بالتأكيد ست نانسي، ترشيحات غدا ستقدم في وزارة الداخلية للقاء الديمقراطي لكل أعضاء اللقاء الديمقراطي، وطبعا يعني هذا الأمر هو بالمبدأ التزام بالعملية الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات النيابية، على الرغم من أنه نحن ولا يوم غشينا أنفسنا أو غشينا الرأي العام على أنه نحن رايحين على انتخابات نيابية غدا. كنا أكثر من صريحين بأنه الظروف السياسية والظروف الأمنية المحيطة بالبلد قد لا تأخذنا إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، إنما هذا الأمر لابد أنه يحصل عملية الترشح التزاما بالآلية الطبيعية اللي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وبالتالي أن نتقدم بهذه الترشيحات غدا. كل اللقاء الديمقراطي سيكون مرشحا لهذه الانتخابات. بس كيف يعني لقاء ديمقراطي مع أساس تم إعادة إحياء جبهة النضال ولا لا؟ لا، ما هي إعادة إحياء اللقاء الديمقراطي. نعم مظبوط، اعاده احياء اللقاء الديمقراطي. انا غلبطت بالتسميات، يعني عم بتقلي هي كانت جبهه مظبوط مظبوط اعاده احياء اللقاء الديمقراطي. طيب باعاده احياء اللقاء الديمقراطي عم تقول كل الاعضاء، سابقا في قبل التمديد الاول ما رشحته الوزير غازي العريضي والنائب غازي العريضي عن مقعد بيروت، هالمره رح يتم اعاده ترشيح النائب غازي العريضي عن هذا المقعد؟ نعم، يعني الرفيق غازي العريضي مرشح على مقعد بيروت في هذه الترشيحات غدا. بتعرفي تماما ست نانسي وحضرتك كنت متابعه على هذا الموضوع، وانا ذاك يعني اعديت تقرير خاص بهذا الامر في تلك المرحله. المساله كانت مرتبطه برغبه الرفيق غازي بشكل طبيعي جدا. هذا الامر اليوم يعني سيكون هناك ترشيح لكل اعضاء اللقاء الديمقراطي، ومن بينهم طبعا الاستاذ غازي العريضي بشكل طبيعي جدا. هلا بناء على رغبته ولا على رغبه النائب وليد جنبلاط هذا الترشيح؟ الترشيح الحالي؟ ايه الترشيح الحالي اليوم رغبته ولا هي رغبه رئيس الحزب؟ رغبه مشتركه. رغبه مشتركه؟ الله يديم الوفق اذا هيك يعني. لا ما في مشكلة، انت بتعرفي نانسي من الاساس يعني اولا نحن قوة سياسية بلبنان والاحزاب اللبنانية يعني عايشين في هذا الواقع السياسي اللي ممكن يعني يحصل اي امر داخل اي حزب احيانا او اختلاف من وجهات النظر او يعني اي امر من هذا النوع ممكن انه يحصل، وبالتالي ولا لحظة يعني الا ما كان الاستاذ غازي العريضي شخصية أساسية في هذا الحزب تاريخيا وحاليا ومستقبلا، وحتى باللحظة اللي الإعلام ضخم الأمور شوي عن مسألة من هذا النوع، إنما تعرفي تماما لم تنقطع هذه العلاقة على الإطلاق. بقي الأستاذ غازي العريضي حاضرا سواء في جبهة النضال أو اللقاء الديمقراطي أو الحزب بكل عمله وبكل نشاطه. بعتقد كنت عم بتابع الاعلام كل هذه الفتره، بس حتى لانه بوقتها اسيء اليه يعني كثيرا للوزير غازي العريضي، وبتعرف حضرتك بالمتابعات انه اتهم بقضايا وبملفات، وحتى يعني تم القول بانه هذا ما سبب باستبعاده. نعم، يعني انا اللي كنت عم بقوله ست نانسي انه الاعلام احيانا يعني اما يبالغ بالامور اكثر من حقيقتها، او احيانا يعني بتم يعني ما بعرف اذا بدي اسميها يعني خلق امور ما بتكون موجوده، وبالتالي تنسب الى المشكله او يعاد انه المشكله حصلت بسبب هذا الامر او ذاك او غيره. يعني هذه وحده من المشكله اللي انت ما بتقدر تلحقيها لتوضحي الحقيقه لحتى تحكي بخلفيه الامر على حقيقته. على كل يعني هذا امر نحن بالنسبه لنا في الحزب من تلك اللحظه يعني لم يتغير شيء، لم يحصل اي شيء من كل الذي حكي في الاعلام في هذه العلاقه وفي هذا التواصل، يعني سواء مع الاستاذ غازي العريضي او مع غيره من الرفاق. على الاطلاق بقيت هذه العلاقه طبيعيه على حقيقتها، مثل ما قلت لك بوجهات النظر احيانا ممكن يحصل حتى داخل اي حزب، يعني ممكن يحصل اختلاف وجهات النظر، تبقى الامور في هذه على يعني في هذا الحجم،
وفي هذا في هذا الحال. استاذ ظافر اخيرا، هذا الامر كما هو. نعم، ترشيحاتكم هي بس لانه المهله رح تنتهي لتقدم ترشيح، ولا لانكم مقتنعين بانه فعلا في امكانيه لاجراء انتخابات نيابيه؟ حتى الاعلان اليوم عن ترشيح الوزير غازي العريض، البعض يقول يعتبر فيه، قد يعتبر فيه بانه هيدا دليل على انه لا، في جديه هذه المره بامكانيه اجراء الانتخابات بموعدها. خليني اقول لك، هذه مرتبطه ست نانسي بقراءتنا للوضع كله سوا بكل صراحه. وانا قلت ببدايه كلامي انه نحن لم نغش انفسنا ولم نغش الراي العام بهذا الموضوع. الظرف السياسي والظرف الامني اللي على اساسه قلنا من اشهر ربما انه اجراء الانتخابات النيابيه في موعدها دون عقبات ودون صعوبات ودون واقع سياسي وامني يحول دون اجراء هذا الامر في موعد، وهذا الواقع لم يتبدل حتى اللحظه بالنسبه لنا. نتمنى نحن ان تجرى الانتخابات في موعدها، نتمنى انه هذا الاستحقاق يتم بموعده. ما تنسي انه عندك شعور بالرئاسي، ما تنسي انه عندك ظرف امني مضطرب على مستوى البلد كله سوا، ما تنسي انه انت عم تواجهي تداعيات الازمه السوريه بشكل يومي سواء بالداخل. شو بيعني هذا الكلام؟ في ولا ما في انتخابات؟ كل هذا الواقع نانسي، كل هذا الواقع نانسي بخلي انه انت تشوفي اجراء الانتخابات بموعدها مساله صعبه جدا، ولكن هناك مهل دستوريه اعلنت عنها وزاره الداخليه. ما بنقدر نحن الا ما نلتزم بهذه المهل، يعني نمارس دورنا الطبيعي من خلال هذه المهل، وبالتالي عندما نوصل للحظة القرار السياسي ما بقدر بقول لك اليوم انه الامور ناضجه لاجراء انتخابات نانسي. ربما البعض لا يستطيع ان يعلن هذا الامر، لا يستطيع ان يجاهر بهذا الامر، لا يريد ان يتحمل الكلفه الشعبيه لهذا الامر، ولكن نحن من باب الشفافيه مع الراي العام، من باب الشفافيه مع انفسنا، من باب قراءه موضوعيه وواقعيه للواقع اللبناني كله سوا، عم نقول انه هذا الامر صعب. كيف بيتم اخراج الامور بلحظتها ما بقدر بحكي عنها بهذه اللحظه، خلينا ننتظر لنوصل للحظه القرار السياسي في هذا الامر المرتبط بالانتخابات النيابيه. وعلى كل انا بقول هلا نانسي انه هذا الامر اذا ما ذهبنا الى تاجيل الانتخابات النيابيه على القوى السياسيه كلها سوا تتحمل مسؤوليه هذا الامر. مش نقعد نتراشى اتجاه بعضنا، يعني مين هو مع الديمقراطيه ومين هو ضد الديمقراطيه ومين هو مع اراده الناس ومين هو ضد اراده الناس، يعني ونصير نفوت بمزايدات مش وقتها. خلينا بس بدنا ناخذ قرار من هذا النوع، نتحمل مسؤوليتنا كلنا سوا ونطلع نقول له للراي العام اللبناني بكل صراحه وبكل وضوح انه نحن مش قادرين نجري انتخابات نيابيه، نطلع نقول له للراي العام انه هناك عجز عند الدوله اللبنانيه وحتى عجز عند هذه القوى السياسيه كلها سوا على مستوى الساحه اللبنانيه انه هي تنجز هذا الاستحقاق، لانه بعتقد اللي عاجز عن انه ينتخب رئيس جمهوريه حتى اللحظه اكيد عاجز انه يعمل انتخابات نيابيه. السؤال كيف نحن بنقدر نستمر باقل الخسائر، كيف بنقدر ندير هالوضع الحالي اللي نحن فيه باقل الخسائر الممكنه، واحد من اثمانه انه نحن ما نعمل انتخابات نيابيه، على الرغم انه هيدي ما حدا بيقدر يقول الا انه عجز عن ديمقراطي الا بيقدر يقول عجز عن القوى السياسيه، عجز عن سلطتنا السياسيه وعجز عن الدوله اللبنانيه، ما حدا بيقدر يقول، نحن عم نحاول نكون واقعيين، واقعيين نانسي، عمليين وصريحين مع الراي العام، الى حين على كل ان شاء الله تكون هذه الظروف بمعجزه ما تغيرت كلها سوا وانتخبنا رئيس ونقدر نعمل انتخابات نيابيه لحتى نقول انه على الاقل حياتنا الديمقراطيه رجعت يعني الى حدود باقل ضرر ممكن. الامين السر العام في الحزب التقدم الاشتراكي استاذ ظافر ناصر، شكرا جزيلا لك على هذا الاعلان وعلى كشف هذه الاسماء عبر برنامج الحدث.